نسمع من يتكلم في العلماء باللمز والتعريض وعدم قيامهم بواجب البلاغ والإنكار، بل يصل الأمر إلى التصريح بذلك، وهذا المتكلم قد يخرج في قنوات أو إذاعات أو صحف ويسمعه الملايين، فإذا أردنا الرد على من يتكلم فيهم وبيان منزل فإذا أردنا الرد على من يتكلم فيهم وبيان منزلة العلماء، قال بعض الناس: لا تتكلموا ولا تحدثوا فتنة، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ أولاً الحمد لله أن اللي يتكلمون في العلماء أنهم من أحط الناس وأسفل الناس ولله الحمد، وأنهم من أكسل الناس عن العبادات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يتكلم إلا إنسان لا خير فيه، وإلا لو كان فيه خير لاحترم العلماء ولقام بما يستطيع هو من الدعوة والإنكار، والعلماء عليهم مسؤوليتهم وهو عليه مسؤوليته، عليه أنه يقوم هو بما يستطيع إن كان صادقاً. أما إن كان قصده اللمز والتنقيص من أهل الخير فالله يجزيه بما يستحقه، ولن يفوت على الله سبحانه وتعالى، ولن يضر العلماء هذا الصنف. وعليكم بالبيان للناس ونصيحة الناس من الإصغاء إلى هؤلاء، ومن جلب القنوات التي تجلب هذا الشر، أن يخلوا بيوتهم منها ويسلموا منها ويسلم أولادهم ونساؤهم منها. لماذا يفتحون على بيوتهم هذا الشر؟ هذا لا يرضاه مسلم. نعم.